بسم الله. سبونج، يا الله سبونج بوب، يا الله شايفين منظره كتير مرعب، يا الله يا الله شايفين سونيك، يا الله الدب الشرير، يا دب يا الله اطلع لي، أرجيك يا دب يا لعين. بسم الله. ألو ألو، مرحبا سبونج بوب، أنا أحمد. يا الله الدب الشرير وماشا، أنا متحمس كتير، هدول شخصيات طلعونا واختفوا فجأة. الدب الشرير بعد ما فجرنا البالون ماشا والدب شايفينه، طلعنا هذا اللعين. أنا بفرجيك يا دب يا لعين، لا تقرب علي، يا الله بيلحقني، لازم أنهزم على السريع. يا الله سبونج بوب عم يتصل علي، شوفوا صاير مثل شرطة الأطفال، يا الله سبونج بوب شرطة أطفال مستحيل، رح نشوف شو بده مني. مرحبا سبونج بوب، أنا أحمد. مرحبا يا أحمد، أنا سبونج. ماذا تريد يا سبونج بوب؟ لديك بالونات شخصيات شريرة؟ يا الله عم يسألني على البالونات، نعم لدي البالونات شخصيات أفلام الكرتون، نعم إنهم لدي. ومن هم الشخصيات يا أحمد؟ من هم؟ إنهم توم وجيري، شايفينه؟ نعم يا سبونج، توم وجيري وماشا والدب وسونيك السريع، وحتى شخصيتك أنت يا سبونج بوب هي عندي. إن فرقعت هذه البالونات سوف تحل عليك اللعنة. يا الله سمعانين، سبونج بوب عم بيحذرني من هاي الشخصيات وعم بيقول لي لا تفرقع ولا بالونة لأني رح يصير عليك لعنة كتير كبيرة. يا الله، طيب سبونج بوب هل لديك فكرة يعني ماذا أفعل؟ أنا ماذا أفعل يا أحمد، ولا تفرقع أي بالون، إن حدث أي نعم. شيء فاتصل بي يا أحمد. نعم، إني أشكرك يا سبونج بوب، نعم يا سبونج بوب أنا أشكرك، إن حدث معي شيء غريب سوف أتصل بك، شكرا لك يا سبونج بوب. يا الله سمعانين، شو قال لي سبونج؟ قال لي هدول البالونات أصحك تفرقعن، يعني إذا فرقعنا هدول البالونات كل بالونة رح نفرقعها رح تطلع هاي الشخصية من قلبه. يا الله مستحيل، كيف رح تطلع هاي الشخصية؟ طبعا أنا رح أقولكم كيف أخدتهم، هدول اشتريتهم من عالم الظلام، وهلأ الساعة 3 بالليل وش الصبح، وهدول البالونات طبعا وصلوني وحطيت كل بالونة بمحلة كرمال نشوف شو رح نعمل فيهم، فإذا بدكم أنتو أفرقي هدول البالونات اشتركوا بالقناة على السريع وفعلوا زر التنبيهات حتى نبلش مغامرة. اليوم مغامرتنا كتير حلوة، وهدول البالونات اشتريت كل بالونة وكل شخصية بقيمة $1000، نعم بقيمة $1000، لأني هدول البالونات فيهم شخصيات أفلام كرتون المرعبة، ومثل ما سمعتوا سبونج بوب حذرني وقال لي انتبه يا أحمد تفرقع البالونات، وإذا صار أي شيء معك غريب خبرني. طبعا مثل ما شفتوا سبونج بوب أخذ شخصية اللي هي شرطة الأطفال واتصل علي وحذرني وقال لي انتبه يا أحمد من هدول الشخصيات، هدول الشخصيات المرعبة، إذا فرقعت هدول البالونات كل شخصية من هاي موجودة بقلب البالونة مستحيل، مثلا إذا فرقعنا أنا عندي فضول أفرقع هاي، شايفين ماشا والدب على لون لبسة لماشا والدب، يا الله مستحيل، وتوم جير الشرير، إذا فرقعنا هدول البالونات رح يطلع لنا بقلبهم نفس الشخصية، وأنا متحمس كتير، إذا أنتم متحمسين نفرقع هدول البالونات على السريع حطوا لايك واشتركوا بالقناة. طبعا صار عندي حماس كتير حتى فرقع هدول البالونات، وهلأ رح نبدأ فرقع بهدول البالونات ونشوف كل شخصية من هاي البالونة رح تطلع لنا. أنا صار عندي حماس وما رح أنتظر سبونج بوب، سبونج بوب حذرني مثل ما شفته وقال لي يا أحمد هدول الشخصيات دير بالك تفرقعهم، وإذا صار معك شي غريب خبرني، فأنا ما رح أنتظر سبونج بوب ولا رح أرد عليه، رح فرقع هاي الشخصيات وإن شاء الله يا رب ما يصير معنا شي غريب، بدي اياكم كلياتكم تشجعوني. طبعا انا احمد وما بخاف، وانتم بتعرفوا ليش ما بخاف، ليش ما بتخاف يا احمد؟ لاني عندي متابعين ابطال مثلكم، وهلا رح نبلش تفجير هدول الشخصيات، لا تنسوا على السريع حطوا لايك كرمال اتشجع وما اخاف من هدول الشخصيات. بمين رح نبدا؟ ما بعرف، ليتس جو. بسم الله، شو رايكم نبدا بسونيك؟ رح ابدا بسونيك السريع، انا متوتر كثير متوتر كثير. بسم الله، يا الله شايفين سونيك؟ سونيك شو عم تعمل هون؟ أنا بصراحة ما صدقته لسبونج بوب، قال لي كل شخصية بتفجرها رح تطلع، يا الله كيف صار هيك؟ يا الله يا سبونج وينه؟ اختفى سونيك، سونيك اختفى،
شايفين سونيك؟ طلع سونيك من البالونة وفجأة اختفى، معناتها سبونج بوب حذرني منه. كل شخصية رح نفجرها مثل ما قال لي سبونج بوب رح يطلع نفس الشخص. يا الله مستحيل، كيف هيك؟ يا الله بمين رح بلش؟ شو رأيكم؟ رح بلش بسبونج بوب، أنا متحمس كتير حتى نفجر بالون سبونج بوب. ليتس جو. بسم الله، حطوا لايك حطوا لايك على السريع. بسم الله بسم الله. سبونج، يا الله سبونج بوب، كيفك يا سبونج؟ أنا أحمد، حذرني منك سبونج بوب، ولكن أنت شخصيتك مبين عليك كتير عائل يا سبونج بوب. أنت أكيد ما رح تأذيني صح؟ والمتابعين كلياتهم عم بيشوفوك، وهي الشخصية كلياتنا بنحبها. يا الله اختفى، شايفين؟ يا الله اختفى مثل سونيك. أنا بتعرفوا من مين خايف بصراحة؟ هو مو خوف، ولكن شفتوا المقطع السابق، أنا خايف من الدب الشرير. بجوز ما تطلع لنا ماشا، يطلع لنا بس الدب الشرير، أو بجوز بس تطلع ماشا. إذا طلعت بس ماشا أنا رح أرتاح كتير، ولكن إذا بيطلع لنا الدب الشرير بصراحة رح يصير مشكلة كتير كبيرة. فأنا متحمس حتى نفجر بالون ماشا والدب، ولكن رح نبدأ بتوم وجيري الشرير. وهلأ تعوا معي حتى نفجر بالون توم وجيري. يلا اضغطوا لايك على السريع. Let's go. بسم الله، متحمسين؟ يلا. يا الله شايفين؟ منظر كتير مرعب. أنا سبونج بوب حذرني كتير منكم، ولكن مياو ماذا فعل؟ أنا غاضب منك. مياو ماذا تريد؟ عم يحكي معي ما بفهم عليه، سمعانين؟ ما فهمت عليه، أنتوا فهمتوا عليه؟ يا الله اختفى اختفى، كيف هيك؟ وين اختفى؟ كيف هيك؟ الشخصيات هاي كلها ياتا الملعونة عم تطلع لي، وقت اللي عم بفجر البالونة عم تطلع لي، ولكن عم يختفوا. وهلأ أنا متحمس كتير من هذا الدب الشرير. شايفينه الدب الشرير؟ رح نرجع نعمل زوم عليه. شايفينه؟ شايفينه؟ شوفوا شوفوا، شايفينه للدب الشرير؟ يا الله الدب الشرير وماشا، أنا متحمس كتير. هدول شخصيات طلعونا واختفوا فجأة، توم وجيري طبعا، سونيك السريع، وسبونج بوب. يا الله منظره كيف مرعب. راح نشوف ماشا والدب، وأنا متحمس كتير. وهلا اشتغل الحماس، راح نفجر بالون ماشا والدب. انت اللي عم تشاهدني، اذا مالك مشترك بقناتي اشترك على السريع وفعل زر التنبيهات وحط لايك. اليوم متحمس كتير انا. يلا نبدا. بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. يا الله الدب الشرير، شفتوا الدب الشرير؟ انا قلبي محسسني رح يطلع الدب الشرير وماشا. وين ماشا؟ الدب يا لعين، انا بعرف هديك الحلقة كنت رح تقتلني، وهلا رح تقتلني بعرف. خلينا ننهزم على السريع. شايفين الدب الشرير؟ بعد ما فجرنا البالون ماشا والدب، شايفينه؟ طلع لنا هذا اللعين. انا بفرجيك يا دب يا لعين، لا تقرب علي. يا الله عم يلحقني، لازم انهزم على السريع. شايفينه؟ شايفين الدب الشرير عم يلحقني؟ لازم نتخبى. تخبيت هون؟ يا الله بس ما يشوفني. لعين انا بفرجيك، انا لحالي بالبيت، وهذا الدب الشرير منظره كتير مرعب. دخل على الغرفة، دخل لعندي على الغرفة، لازم راتبه. شايفين؟ يا الله يا الله، شايفين الدب الشرير دخل على غرفتي وعم بيخبط على البلور. يا دب الشرير انا بفرجيك يا لعين، شايفين منظره؟ منظره كتير مرعب وايديه كتير كبار. يا الله لازم نتصل على سبونج بوب على السريع. يا دب يا لعين انا بفرجيك يا دب، لازم اشغل الضوء، لازم اشغل الضوء، لازم اشغل الضوء. اوه يا الله شايفين الدب؟ انا بفرجيك، رح اتصل على سبونج بوب. انا بفرجيك يا دب يا لعين، يا الله منظره كتير مرعب. لازم اتصل على سبونج بوب على السريع وخبره شو صار معي، رح يكسر البلور وانا لحالي بالبيت. الو الو، مرحبا سبونج بوب، انا احمد وبدي مساعدتك، الدب الشرير هجم علي على السريع، طالع عندي انا بالبيت على السريع. سبونج بوب طالع عندي انا بخطر كتير كبير.
كمان انا بنتظرك. شايفين؟ شايفين؟ يا الله الدب الشرير اطلع لي، رح نراقبه. شايفينه؟ كوني كوني الدب الشرير، شايفينه؟ مش شايفين الدب اللعين؟ انا بفرجيك يا دب يا شرير. يا الله منظر كتير مرعب يا دب. اتصلت على سبونج بوب، هلا رح يجي يقتلك. اطلع من بيتي على السريع. يا الله انا بفرجيك يا لعين. نروح لعنده ونقضي عليه، رح ندخل لعنده ونقضي عليه. يا الله اطلع لي. يا الله عم يهجم علي الدب الشرير، عم يهجم علي الدب الشرير، شايفينه؟ اتصلت على سبونج بوب وهلا رح يجي يقضي عليه. بفرجيك يا دب يا لعين. بسم الله.